أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نلتقي بجديد بكفاءة أردنية جديدة ومميزة. ضيف حلقتنا لليوم صاحب محل معرض الأصدقاء الأستاذ فادي شهاب. أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا وسهلا فيكم، نورتنا. الله يسلمك. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. أستاذ فادي شهاب، بنحب نعرف المشاهدين بحضرتك، تفضل. أنا أستاذ فادي شهاب، صاحب محل الأصدقاء للأحذية. نعم. الأوروبية بدير على هون بالأغوار، فاتح بالصوالح صار لي يعني تقريبا 2 إلى 3 شهور. نعم نعم، ما شاء الله عنك. بنحب نتحدث عن الخدمات والمميزات اللي بتقدمها حضرتك. احنا هون محل أصدقاء تخصص بالأحذية الستاتية الأوروبية والأطفال، بناتي ولادي ستاتي، لكن رجال ما اشتغلناش فيه لأنه في كثير ناس شغالين بنفس المجال هون بالمنطقة. يعني حلو الواحد يكون يشوف الصنف اللي ناقص وعوضه يعني. صحيح. بس هي تميز. نعم. نتحدث عن الأسعار أستاذ فادي. والله كأسعار يعني في بتتراوح للجميع، يعني ما فيش حدا بفوت وبيطلع زعلان انه هون يعني. في اللي بيدور على قطعة بيلاقيها، في وسط وفي ممتاز، كل شيء بسعره. جميل. نتحدث عن المشاكل اللي بتواجهك بالعمل والله كصاحب محل. كمشاكل ممكن انه ضعف الحركة الشرائية احيانا. نعم. السوق ايام بتلاقيها بتشد فترات بترخي، بس ولا انه كحركة يعني الحمد لله رب العالمين. والزباين في من ناحيتهم مشاكل في زباين بغلبوا كثير. يعني بدهم القطعة ببلاش بيطلع زعلان كمان. صحيح. أستاذ فادي، إيش رؤيتك المستقبلية بهذا المجال؟ والله كأي صاحب مشروع يعني طموحه إنه يطور، إنه نعم. يصير مشروعه يدر دخل أكبر من هيك يعني. نعم. وإن شاء الله إنه لقدام نسعى إنه إذا في أصناف مفقودة كمان بنقدر نأمنها للزبون، ما في مشكلة. تنصح بهذا المجال؟ والله كمجال بده راس مال وبده صبر يعني، ولا هو كمشروع لا كفكرته ممتازة يعني. جميل. الحمد لله. نتحدث عن موضوع آخر. نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. شو بتعني لك هاي النعمة؟ هي أهم نعمة اللي إحنا قادرين نشتغل فيها يعني. صح. ولا إحنا لو نشوف البلدان اللي حوالينا لا قادرين يعني لا يفتحوا محلات لا بيع ولا مشترى ولا حتى أكلهم مش قادرين يأمنوه، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. أستاذ فادي، لو حالفك الحظ والتقت جلالة الملك، شو بتحب توجه له رسالة؟ والله إن شاء الله، بس إنه يعني بحب إني أوصل له هموم الشاب الأردني. نعم. اللي طموحه إنه يطور نفسه يعني. نعم. وإن شاء الله ونشكره على قيادته اللي قادر يستمر بالبلد إنه لارتقاء عكس الدول اللي حوالينا اللي الأمن مفقود عندهم يعني. نعم. والله يخلينا إياه. الله يحفظه يا رب. الله يبارك فيك. أستاذ فادي، بنحب نوضح للسادة المشاهدين موقع المحل واسم المحل ورقم المحل من حضرتك. نعم، محلنا إحنا هون بمنطقة الأغوار الوسطى بلواء دير علا، منطقة الصوالحة مقابل بنك الإسكان، الطابق الثاني فوق أسواق السنابل. رقم المحل 07-88-44-5298. أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا لهذا اليوم مع هذه الكفاءة المتميزة. شكرا للسيد فادي شهاب على استضافته، وشكرا لدعمه لبرنامج كفاءات أردنية. أهلا وسهلا فيكم. هذا الأردن أردننا وأغلى من الروح تراه.